hommes qui nous accompagnent parce qu'ils ont compris tout ce que les femmes apportaient à la société et aujourd'hui tout ce que les femmes apportent à l'économie. Merci de nous recevoir, merci à vous personnellement, car effectivement vous avez tout de suite dit oui quand vous êtes sollicité. هذه المبادرة كتجمع النساء الفكرة جات هذه عامين مع المؤسسة الرئيسية لهذا المنتدى اللي هي أود دو توان، والفكرة جات من نساء إفريقيات اللي حسوا بالحاجة أنهم ينضموا منتدى باش يبينوا على الكفاءات والمهارات ديال النساء الإفريقية وشنو قدروا يوصلوا له المقاولات الإفريقية اليومنا هذا. إذا هذا المنتدى الهدف ديالو هو أنه يجمع هاد النساء الإفريقيات ويعاونهم بأنهم يشاركوا التجارب ديالهم والأفكار ديالهم مع النساء مغربيات ولا إفريقيات واحد آخرين للنهوض بالمقاولة ديالهم ويدعموا يعني هاد ليسبخي ديال لونتربرونيا ديال لي فام أفريكان اي ماروكان دو فاسون بارتيكوليير. الجديد هو أننا غادي نركزوا المحاور ديالنا على جوج مواضيع، دونك موضوعين. الموضوع الأولاني هو الثقة بالنفس، والهدف من هذا الموضوع هو أن نشاركوا هاد الناس هاد النساء اللي حصلوا على نتائج متميزة في المقاولات ديالهم أنهم يشاركوا نساء أخريات إفريقية بأفكار ديالهم وكيفاش أن الثقة في النفس عاوناتهم أنهم يوصلوا لهذا المستوى ديالهم. الموضوع الثاني هو التعليم، كيفاش يمكننا نخلقوا نموذج تعليمي متميز عبر مدارس أو عبر دراسات متميزة. يعني الهدف هو أننا نفكروا في واحد نموذج تدريس متميز باش نقدروا نهضوا بقطاع التعليم في المغرب وفي إفريقيا. إحصائيات كيقولوا بأن من الصعب أن النساء يخلقوا المقاولات ديالهم، وحاولنا نخدموا على دراسات اللي بينوا لنا بأن النساء تلقاو العديد من المشاكل باش يخلقوا المقاولات ديالهم. لكن حنا الهدف من هذا المنتدى هو أننا نعطيو للرواد الأفكار كيفاش يعاونوا هاد النساء وكيفاش يشجعوا المقاولات النساء على انهم يكريو لو بروبر انتربريز عبر الثقه في النفس كيف ما قلت لك، عبر دي ماستر كلاس، عبر ملتقى لقاءات مع النساء بحالهم اللي هما وصلوا. اذا هاد التبادل ديال الافكار وديال التجارب غادي يمكنهم من à surmonter ces obstacles de création d'entreprise. C'est vrai que le hajiz al-madi qui est un hajiz muhim li katltaqi bih que ce soit le mara ou le rajoul, ولكن ان حنا كنهضروا على النساء اللي تجاوزوا هذا الحاجز وبغاو يدوزوا المستوى واحد اخر من تجربه ديال المقاوله بصفه خاصه. غادي نعطيو دي بري يعني جوائز ل 54 مراه مقاولة إفريقية اللي خلقات مقاولات اكسبسيونيل يعني ناجحة، وغادي نغتنموا هذه الفرصة باش نشكروهم ونعطيوهم جوائز ونعاونوهم في التواصل مع ناس أخرين من بلدان أخرى. الرسالة اللي عندي هي أن كنشجع جميع النساء المغربيات اللي عندهم أفكار واللي كيظنوا بأن أفكار ديالهم صائبة أنهم يبقاو غاديين بها جوسكو بو. يعني خاصها تكون عندهم واحد الثقه في النفس، خاصها تكون عندهم واحد لا بيرسيفيرونس باش يقدروا يوصلوا للنتائج اللي كينتظروها.